شكلية ماشي أنا كشخص، لأن أنا كشخص ولا حتى كجمعية ديالنا، راه حنا مازال جمعية فتية، ولكن كيشوف العمل الجمعوي، والعمل الجمعوي قدرت فيه هذا الجانب، وإذا ما كنتش بحكم العمل اللي كنخدمو جماعتنا، أنا كنخدمو في واحد التنسيقية اللي وصلنا الحمد لله لواحد الدرجة اللي كنا واحد الفريق متجانس جدا اللي كنقدرو نضمو بعضية النظر، وهذا هو من الأسباب الرئيسية اللي خلاتني نقبل هاد الالتفاتة مهمة واللي كنقيمها بالنسبة للجمعية ديال الصداقة المغربية، اللي شافت عاوتاني واحد الجانب واحد آخر اللي يمكن راه حنا غافلين عليه في المجتمع هذا. كتب تكلم لا يشكو الناس لا يشكو المرض. أنا نقول لك حاجة أخرى، اللي ما يعرفش يقيم العمل ديالو ويقدمه للناس كيتهز برجليه، وحنا في مجتمع مدني دابا فعلا كنديرو عمل تطوعي حقا، ولكن رحم الله وعبد عمل عملا فأنت قناة ندير عمل فعلا وندير عمل تطوعي، ولكن يجب أن يكون منظما ويجب أن يقدم على طبق من ذهب، لأنك تعطي واحد الحاجة اللي ما يقدرش أي واحد يعطيها، كتعطي بالقلب، كتعطي حاجة ما كتقيمش الفلوس، لأن ما كتاخدش الفلوس، وحتى لو واحد بغا يخلصك ما غايقدرش يخلصك، كيفاش غادي تخلص أم كتجلس حتى تسعود ولا حتى العشرة بالليل وتدخل دارها وتخلي ولادها وتخلي راجلها، كيفاش أنت غاتخلصها؟ كيفاش غادي تخلص أب كيمشي يسافر ما يقدرش يجلس اكثر من نهار ولا يومين ما عرفت 3 شهور ولا 4 شهور مع ولادو بسبب العمل الجماعي، كيفاش تقدر تخلص؟ ما تقدرش تخلص، ما يمكنلكش تخلص، هذا هو اللي خصنا نحسو به. وحنا دابا هذا التكريم اللي درناه تكريم لبعضنا البعض، يعني كل ربما في بعض الاشخاص اللي راهم موجودين هنايا فعلا جبال، لان علاش والاحلى في هذا الشيء هو انكم نجزتوا ما بين العلم الذي يرفع صاحبه بعد جلوسه، وجدت ما بين العمل النبيل اللي هو كيمس بحياة الإنسان، اللي تمت هنايا بالناس اللي كيماتوا في عمل الصحة، وما بين التعليم، المستوى ديال التعليم اللي هو أول وأحسن حاجة يمكننا نقدموها كمربيين، والعمل الجماعي اللي راحنا كنخدموا فيه. وكاين واحد الحاجه يمكن تبان لكم شويه غريبه، الجمعيه ديالنا كتنتمي لواحد الجانب اللي الى وقت قريب كانوا كيشوفوه الناس هو الضد نتاع العمل الاجتماعي، العمل الجمعوي. حنا الاغلبيه ديال الناس ديالنا ناس ديال العماله ديال الداخليه، وكتقولي يمكن البعض يتساءل كيفاش هاد الناس الخارجيه من الداخليه كيخدموا عمل وغادي نبقوا معايا الاخوه اللي لولاهم لو كان ماشي هما ما نكونش انا هنايا. خدموا في الداخليه وكاين الناس اللي خدموا في جميع لي ديفيزيون ديال الداخليه، واللي كيخدم في الداخليه كيعرف فيه تقني فيه لا دي ار جي والاخت الصباحيه معانا وفينا كله، كاين ما يمكنش الى وقت قريب كاين اللي يقول لك هذوك راه الناس ديال المخزن، ولكن ماشي صحيح، راه في جميع الادارات كاينين الناس اللي الدافع الوحيد ديالهم هو انهم كانوا كيخدموا وكيتخلصوا، كيقول لك هذا الشيء راه غنتخلصوا عليه واش علينا نخدموه، حنا عندنا في الطاقه ديالنا عندنا شي حاجه نبغيو نعطيوها قادرين نعطيوها ولكن ما عرفوش يعطيوها، علاش؟ لانهم ما كانوش منخرطين في واحد الجهاز اللي كيقدروا يعطيو به، ولهذا توجدات جمعية حسنة، ونتمنى إن شاء الله على في البداية ديالها دابا، ونتمنى إن شاء الله رحمة الله تستمر وتندمج مع الأخوات ديال الجمعيات الأخرى اللي كانوا لنا قدوة، وتشرفت كثير بواحد المعالي التعرف على واحد المجموعة ديال الجمعيات اللي كنقدرهم ورباوني، هادشي اللي عرفت رباوني على مجموعة ديال الجمعيات تربيت معاهم. ونتمنى ان شاء الله عندك حس من ضمن هذا الشيء اللي راه خاصك تشوف اش خاصك.
تتقدم كل من حنان والتلفاز للأستاذة اللوزي قد إيماني للأستاذة إلهام دكتور إلهام تذكار رمزي وجائزة إن شاء الله تكون. كذلك ينضم لأعضاء جمعية حسنى معها إن شاء الله يأخذون صورة بعض الصور التذكارية جمعية حسنى. الذين يشتغلون خلف في الكواليس وفي الخلف ان شاء الله.